سواج الإنتاج موضة جديدة قضية الساعة. طبعا بعد ما شفنا زمان كان عندنا في زواج اسمه زواج الويك إند وزواج الهبة وزواج الوشم وزواج الكاسيت والزواج بالكلمة، طبعا لو تفتكروا من 20 سنة، وأنواع زواج كتير جدا مرينا بيها لحد العصور الجاهلية. طلع تاني عندنا حاجة جديدة اسمها أو موضة جديدة اسمها زواج الإنتاج. إيه هو زواج الإنتاج؟ إيه حكمه؟ هل هو صحيح؟ هل هو باطل؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة مع الفريق اللي بيأيد زواج الإنتاج والفريق الرافض لزواج الإنتاج. خلونا نرحب بضيوفنا النهاردة اللي موجودين معانا لمناقشة هذا الملف. معانا الكاتبة في مجال حقوق المرأة والمؤيدة لزواج الإنتاج الأستاذة دينا إسماعيل. أهلا وسهلا دينا. أهلا وسهلا. ومعانا طبعا استشاري العلاقات الأسرية والرافض لزواج الإنتاج الأستاذ يحيى فؤاد. أهلا وسهلا. خلينا أستاذ يحيى نبتدي بالرأي المؤيد الأول لزواج الإنتاج. أستاذة دينا لو تشرحي لنا إيه حكم زواج الإنتاج؟ حكم وجهة نظرك دينية. إيه من زواج الإنتاج؟ انا ممكن اتكلم عن وجهه نظري، لكن قول لنا وجهه نظرك دينيا، مش اختصاصي عشان ادخل فيه. بس زواج الانتاج اظن ان هو حاجه مباحه او نوع ماشي مستحدث او يعني طرق لظروف معينه، ان في ناس بسبب منظومه الجواز الخلافات والطلاقات والمحاكم والحاجات دي بيوصلوا لسن كبير وبيعدي بيهم سن الجواز زي ما المجتمع حاطط ليميت مثلا، وخلاص ما بيتجوزوش، بيكملوا حياتهم هما مرتاحين يعني كده. يعني زواج الانتاج ده محكوم بشرط الانتاج الخلف. ايوه، ما هو عشان الاطفال، فبيعدي وقت ما بيتجوزوش. فالستات اكتر بتبقى عندها عاطفه الامومه. الزواج لا يجوز اذا ارتبط او اذا كان قائم على شرط او كان بوقت. دينيا المفروض ان هو بيتقال كده، بس ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان في فترات الغزوات كان بيسمح بجواز المتعه مثلا، ان هي لفتره معينه عشان بعدهم عن فمعنى كده ان الدين بيراعي بعيدا عن الدين معينة. احنا في مداخله معانا مع الشيخ من الازهر، هو اللي هيقول لنا وهيحدد موقف الدين، ولكن عايزين نعرف وجهه نظر حضرتك ليه زواج الانتاج. الستات اللي هي لما بيبقى الظروف كلها مش مناسبه ان هي تتجوز، ما لقيتش حد مناسب، ما لقيتش حد تقدر تكمل معاه حياتها، مع السن لما بيكبر بيقل الانتاج البويضات الفرصه في الانجاب، يعني وهي في مش الأخير عارفه تتجوز. هو زواج مرتبط أطفال. بشرط زي ما وضحنا، تمام، دون حب، دون ارتباط، دون اي شيء. لا يعني اظن ان هو بيبقى اتفاق اكتر. طب ما في جوازات تانية عاديه يعني. بتبقى اتفاق عقد من غير حب ومن غير كل حاجه، انتاج. تمام. يعني الجواز الصالونات زي ما بيتقال ما بيبقاش فيه حب، بس بيبقى فيه جواز، بيحصل بقى اختلافات ايا كان اللي بيحصل، فده نوع من انواع الجواز. هي عايزه تبقى ام، الطريقه الوحيده في المجتمع انها تبقى ام ان هي تتجوز. في طرق تانية ان هي تكفل طفل او بس احنا مجتمعنا لو هي كفل الطفل ده هيقدر يروح يتقدم لوحده بعد كده، مش هيتقال عليه ده جاي من حته ما نعرفلوش الاب والام، احنا عندنا تنمر. طيب هرجع لحضرتك تاني. خلونا نروح للاستاذ يحيى فؤاد استشاري العلاقات الزوجيه. انت بقى ليه رافض فكره زواج الانتاج مع انه بيحافظ للست ان هي تقدر تخلف في اقترابها من سن الياس؟ فده بيعتبر حل او وسيله ليها ان هي يبقى ليها ابن زي اي ام يعني. طبعا طبعا. بس هي اول انا بشكرك ان انت ناقشت موضوع زي ده، لان انا نفسي ان احنا دايما نتكلم في الحاجات اللي هي فيها ترند، حاجه لطيفه وشكلها حلو بس عمقها عامل ازاي. اللي احنا بنحكي عليه ده، انا اسف، ده اي كلام. لان اولا هو اللي قعد لسن الجواز للوقت ده هو ليه ما اتجوز؟ ينفع نشوف مشاكله حلها؟ ما هو مش اي كلام برضه، ما هي ام عايزه برضه. لا لا يعني اديني اي كلام. دي وجهه النظر يعني. اي كلام النظر. اي كلام لسبب يعني غريزه في كل انسان على راسي يعني. بس اسباب كتير قوي. اي كلام لان في انانيه غير عاديه. الولد ده اللي هيكبر ده بين اتنين منفصلين، اتنين منتجين. احنا الانتاج ده، انا راجل بلعب فروسيه، فالانتاج ده ينفع في الحيوانات لكن ينفع في بني ادمين
احتياجاتهم. استاذ يحيى خليني بس اسال استاذ دينا، احنا مش ممكن مثلا يعني عشان نخفف الاوضاع شويه نشيل كلمه انتاج؟ ليه يعني ليه بنختار المسميات اللي بتصير كده او شلناها؟ هو الهدف هو ده الهدف منه. بس انا يعني بس برضو في نفس الوقت برضو يعني زي ما قال الاستاذ يحيى، الست لما على تقبل على زوج انتاج او تصبح منتجه وهنعامل البيت كانه مصنع، في الاخر هي العلاقه الزوجيه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال رحمه وموده، ويعني ازاي العلاقه الزوجيه هتبنى في بيت زي ده؟ بنشوف جواز عادي ما فيهوش لا رحمه ولا موده، وبيبقى برضو الغرض من الانتماء. احنا بنقيس الفكره دي على جواز صالونات وجواز عادي، صالونات حب ارتباط اي حاجه، انا بقيس على شكل الجواز في المجتمع حاليا اللي حاصل دلوقتي، بيحصل انفصال. الاب اصلا اللي هو رايح ومتجوز بكامل او الراجل اللي يعني نظره الناس، او انت حضرتك يعني استاذ دينا هتنظر ازاي للراجل اللي هو داخل في علاقه زي دي في زواج انتاج، اللي هو مجرد داخل يعني مش عارف داخل بمجهوده؟ حقه يبقى اب زي ما هي حقها تبقى ام، واخده طريقه سليمه مش غلط، مش زنا، مش حاجات بينتج عنها اطفال، يا بتترمي في الملاجئ يا اهاليهم بيسيبوهم يا بيحصل. طب يا استاذ يحيى ارد حضرتك بقى على الكلام ده. طب هو يعني اديني فرصه بس اقول لك حاجات مهمه قوي. في فرق كبير جدا بين ان انت تيجي تخيرني بين النار عشان في ناس بتتطلق وفي ناس في الملاجئ، ده 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 حاجه وده حاجه تانية خالص. ما تجيش تخيرني بين حاجه سيئه جدا 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 بحاجه بتحصل فعليا، في طلاق وفي مشاكل وفي ناس عندها مشاكل، بس ما تجيش تقارني ان طفل النهارده هيطلع مش سوي. احنا حاكمين على الطفل ده يطلع مش سوي لسبب واحد، سبب واحد بس بسيط جدا. هو احنا عارفين ان الطفل ده احتياجاته ايه من سن سنه لثلاث سنين لخمس سنين لثمان سنين؟ ما هو بيتحط الشروط بقى، ما هو في الاتفاق. لا 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 ثانيه واحده استاذه دينا كده، بعيد عن الشروط. اول حاجه لازم تخلف، ثاني حاجه انا اللي هربي الطفل واصرف عليه، ثالث حاجه انا هاكلك عشان تبقى الشروط كده تقريبا. صح، ساعات مشترك معاها في ان هم يربوا الطفل ويسالوا عليه ويتعاونوا هم الاثنين. لا لا استاذه، هي ست لما ست توصل لسن 35 36 تتجوز مثلا عيل صغير، وهنقول عيل عنده مثلا 19 20 سنه، ليه وهو اللي عنده 35 مش هيخلف؟ ما هي استقطاب. لا ما بدور على واحد موافق على الفكره وهما الاثنين هيتفقوا ان هما يكملوا الطفل، يبقى مناسب ليهم هما الاثنين ومناسب للطفل ان اهله يكونوا موجودين حتى لو مش مع بعض، فهما يكملوا تربيه. يعني هي العلاقه زاويه متفق عليها في كل شيء في البدايه، أظن اللي اوله شرط اخره سلام. ايوه. طب خلينا بس اتفضل احلى، اتفضل استاذ احمد، بس اديني فرصه عشان اشرح حاجه مهمه قوي. اتفضل. الفكره مبنيه على ايه؟ احنا نفضل مع بعض لحد ما نخلف وكل واحد فينا يروح لحاله، هنتفق ان انا كأم ممكن اصرف على الولد وانت دورك انتهى، عايز تسأل عليه تبقى تعالى. يا جماعه احنا بنقلب الطفل ده، محتاج يشوف اب وام مع بعض عشان الطفل ده يعيش سوي. الطفل ده محتاج يشوف نموذج في حميميه بين اب وام عايشين مع بعض. بعيد، ما تقارنيش بالطلاق، ما تقارنيش ان في ناس. تقصد ان الزواج ده هيطلع نتاج طفل مشوه؟ تعالى بقى اللي بتربي مشوه نفسيا طبعا. طبعا الطفل ده اللي بتفكر الفكر ده، الست اللي عايزه مش عايزه راجل وعايزه طفل بس، دي معلش انا اسف يعني، دي عقليتها عامله ازاي؟ انا اسف مع احترامي الشديد، في حاجه غلط. يعني ان انا اكون، قول لي بقى انت ازاي؟ انا مش حد سوي. السوي النهارده ان انا ارتبط كما قال ربنا، زي ما قال الشرع، زي ما قال الحياه. احنا متفقين على ايه؟ هو ليه ربنا ما خلقش، معلش انا اسف، ان الست تخلف لوحدها؟ طب ما احنا شفنا في اوروبا وفي امريكا بيأجروا حيوانات منويه وبيروحوا ياخدوا في الاخر رائع. السؤال ده حلو قوي. هتروح لبنك حيوانات منويه، انا عندي هتشتري الحيوانات المنويه وفي الاخر هيطلع الولد من غير اب. شايف ده؟ مش ده بيبقى شايف ده؟ لا احنا بنقول احسن الوحشين. شايف النموذج مش ده؟ ممكن يكون نموذج زواج الانتاج ده. طب انا هقول لك طيب حاجه. اتفضل. شايف النموذج ده؟ النموذج ده اكرم بكتير جدا. عارف ليه؟ اكرم؟ هقول لك ليه. عارف ان الطفل اللي ابوه متوفي ده ممكن يبقى من الولايات المتحده الامريكيه؟ طب انا هقول لك بقى المعلومه العلميه، مش لاي كلام. النهارده الطفل اللي بيتولد وابوه ميت، ابوه مش متواجد، الطفل ده بيطلع سوي عن اب موجود وانا مش عارف طريقه. انت بتقول اكرم من باب ان هو نفسيا سوي، يطلع سوي. يعني مثلا ابوه توفى، الابن ده بيطلع سوي شويه لسبب، انا ابويا مش موجود، انتهى.
فهنتكلم عن بابا توفى. استاذه دينا، راي حضرتك ايه في ان زواج البنك الحيوانات المنويه اللي منتشر في اوروبا وفي امريكا بيعتبر اكرم من زواج الانتاج؟ ما ينفعش عندنا يعني. ما هو التبرير برضو ان الطفل او الانتاج او الناتج من هذه العلاقه هيطلع بقى بشكل سوي، امه هي اللي هتربيه، مش هيبقى طب ما انا ما بين طرفين اصلا تربطهم علاقه، يعني مش عايز اقول علاقه بيزنس، علاقه تجاريه بحته. الازواج اللي بيتجوزوا والزوج ما بيبقاش شغله في نفس البلد وبيبقى طول عمره بره وبيبقى جاست اي تي ام، بيطلع طفل معقد. طب ما عنده مشاكل. ماشي. طب اوكي، انا ما قلتش لا، بس ده نوع من انواع الجواز اللي هو مقبول اجتماعيا وبيحصل. لا لا لا، طب هسألك سؤال. لو الاب ده حن وعايز ابنه ده يعيش معاه، الام دي يعني غريزه الابوه خلاص، انا عايز ناحت عليه وكان من ضمن الاتفاق. الام هتعمل ايه يا استاذه دينا؟ يعني كان من ضمن الاتفاق. لا لا، بعد 9 شهور هيطلق. ماشي ماشي، هيطلق، مش هيبقى عايز يشوفه، مش هيبقى عايز. ما هنا بقى تحصل مشكله. ممكن هي بقى ساعتها قلبها يحن الواحد بقى غير منتج، يعني قلبها يحن الواحد تحبه، فساعتها هتضطر تنزل على الحضانه، والحضانه تبقى من حق الاب، وهتدخلنا في دايره مقفوله. الراجل اللي داخل علاقه او زواج كده، مين اللي متبني الفكره، راجل ولا ست؟ الستات اكتر. طيب الست النهارده لما تفكر في فكره، يعني ان انا مش عايزه اقرب الدور على زواج الانتاج. ايوه الستات اكتر عشان غريزه الامومه. بس يا فندم، انا يعني لو واحده وصلت لسن معين جايه عايزه تتجوز عشان جواز الانتاج، هتروح تجيب اي واحد من اي حته كده ولا حد هيبقى هي بتطلب مناسب مواصفات مناسب ليه الفكره؟ لا ثانيه واحده بس، هي في زواج الانتاج من حق الست تطلب مواصفات معينه. ما هتدور على حد متاسف اي مختل عقليا هيوافق بالفكره. يا فندم، عارفه ليه؟ وهي عارفه ليه؟ هقول لك ليه؟ على مختل عقليا. هقول لك ليه؟ لان هو، انا اسف، هي عايزه منه غرض واحد بس. لا ما هو بس. ماشي ماشي، هو انا عايزه منه غرض واحد. هل عايزه حد عاقل؟ لا. هل عايزه حد يعيش معاه؟ لا يا فندم، ازاي؟ ما هو انا هروح ادور على حد مناسب. لا مناسب غير عاقل. مفيش راجل. انا بقول لك هي مش عايزه عقل. يا مفيش ذكر. ثانيه واحده يا استاذ يحيى، هي مش عايزه عقل، هي عايزه مجرد جسد وحيوات منويه. ثانيه واحده، خلينا نتكلم هو لا حياء في العلم والكلام ده بنقوله عنه. استاذه دينا هي محتاجه جسد وحيوانات منويه. لا مش للدرجات، للخلفة. لا هو مش للدرجات دي اكيد. ما هقول فشل في توفير الاثنين، هيبقى موقفه زي الزفت وهتطلق وهتشوف غيره. صح، اوكي، جسد وسبرمز عشان يقدر يخلف. صح. اوكي، ما عنديش مشكله، بس برضو حد، انا مش مجرد هدفع له فلوس وهاجره عشان يخلف. امال هيوافق ليه؟ هيوافق ليه؟ عشان هو برضو عايز يبقى برضو يا استاذ، عايز يبقى عايز يكمل في حياته. عارف طب ممكن بس ناخد المداخله معانا الشيخ سيد سليمان من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم وفضلت الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. فضلت الشيخ، احنا بنتكلم النهاردة عن زواج الانتاج. سمعت عن زواج الانتاج قبل كده فضلت الشيخ؟ نعم، انا يعني هرد جواب مختصر ثم نفصل الكلام. هذا الشرط شرط فاسد ولا يجوز ان يتم او ان يكون، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في قوله: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشرط هذا شرط فاسد مع صحة العقد، يعني الشرط هيكون فاسد، يعني هنلغيه، لا وجود له في عقد الزواج. ثم بعد ذلك يتم الزواج بعيدا عن هذا الشرط. يعني هذا الشرط لا يؤثر على صحة عقد الزواج؟ لا يبطله. بس يعني الأمور الفقهية والألفاظ الفقهية أرجو يعني أن تفهم كما هي، حتى لا ينسب لي قول لم أقله. معنى الشرط الفاسد يعني كأنه غير موجود، شرط وجدناه فاسد فبنلغي هذا الشرط. يعني إذا نص في عقد الزواج على شرط أن هذا الزواج من أجل الإنتاج، فالزواج لا، كلمة الإنتاج هي كلمة غير صحيحة، تلغى من العقد كأنها غير موجودة. طب يا فضيلة الشيخ، هو ممكن ما يذكرش هذا الشرط في عقد الزواج، ولكن تكون النية وهي الأصل في الزواج أنها قائمة على الإنتاج فقط. طيب إذن لابد من التفصيل. لا يوجد في الشرع ما يسمى بزواج الإنتاج، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالزواج المعلق
على حدوث شيء أو على عدم المعلق حدوث. على شرط أي مكان المعلق على حدوث شيء أو عدم حدوث، هذا لا يوجد في الشرع وهذا يخالف الشرع وهذا حرام وهذا باطل. والزواج على سبيل التأكيد ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة، كل هذه الأنواع هي محرمة في الشريعة الإسلامية قولا واحدا لا اتصال ولا جدال فيه. ولذلك نرجع نشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا أراد من الزواج، لما أباح الله سبحانه وتعالى وجعل لنا الزواج. أولا الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان من المخلوقات التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. هل هذا الشرط وهو شرط الإنتاج فيه تكريم للإنسان؟ طب هل هذا الشرط؟ فضيلة الشيخ، هي كانت بس الأستاذة دينا معانا منورنا في الاستوديو، وهي كاتبة في مجال حقوق المرأة، قالت في بداية حديثها إن زواج المتعة كان موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وزواج الإنتاج يعتبر من ضمن زواج المتعة. يعني هي بتقول إن زواج المتعة كان موجود في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل أقره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حرمه؟ كل الأشياء أقره أم حرمه؟ عشان بس الأستاذة دينا معانا، هي مش محتاجة أن أنا أرد عليها، ما إذا كان هي عارفة أنه كان موجود في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أو إحنا عايزين نعرف من حضرتك بقى، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقره أم حرمه؟ طبعا لقد حرمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة على ذلك من بعد رضوان الله عليه. تمام. بنشكر طبعا بتوجب الشكر فضيلة الشيخ سيد سليمان، عالم من علماء الأزهر الشريف، على هذه الإضافة وهذه المداخلة دفاعا عن فكرتك في زواج الإنتاج. كلمة أخيرة بقى علشان الناس تعرف، برضو يمكن أي حد عايز يتجوز زواج إنتاج، يعني كلمة أخيرة بقى. إن جواز الإنتاج، إن في ناس ما عرفتش تلاقي حد مناسب، بس من حقها إن هي يبقى ليها أطفال، سواء الراجل سواء الست، من حقهم يبقى ليهم أطفال، من حقهم يتجوزوا فترة لحد ما يجيبوا أطفال، وده يبقى هي حققت غريزة الأمومة وهو بقى ليه ابن، باتفاق يعني توافق واتفاق على شروط معينة يكملوا بيها بعد كده مراعاة الطفل ده. تمام. تنصح بإيه بقى أي حد عايز يتجوز زواج إنتاج يا دكتور؟ إحنا قدام فكرة شخص غير سوي، اختار حد غير سوي وافق خلفه عيل غير سوي نفسيا، يعني إحنا بنتكلم على العقليات، إحنا محتاجين نخش 2025 بعقل، وعمالين نقول يا جماعة خليكوا قبل ما تتجوز فكر، قبل ما تتجوز ادرس، أعرف يعني إيه جواز، أعرف يعني إيه حقوقك، أعرف يعني إيه ابنك محتاج إيه، أعرف يعني إيه الزوجة محتاجة إيه، ده اللي إحنا بنتكلم فيه. اعرف انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، مش اللي هو ايه خدوه يمكن ربنا يصلح حاله. هي الجواز مش كده، الجواز والعلاقه بين الراجل والست عشان ينتجوا طفل، الطفل ده ليه متطلبات، المتطلبات دي لو مش هنعرف نديها له هنطلع عيل غير سوي نفسيا. يبقى المنظومه كلها يا فندم مش الانتاج بس، لان الجواز كله في ناس بتتجوز يلا كبرنا يلا نتجوز خلط. يلا ماشي، ما انا طيب حضرتك يبقى هو حضرتك يا استاذه دينا، هو الاستاذ يحيى ما علقش على كلامك. في الاخير احنا بنتوجه بالشكر ضيوفنا النهارده، احنا طبعا سمعنا راي الشرع وسمعنا راي المؤيد والرافض، ولكن الراي القانوني زواج الانتاج القانون لا يعرف ما يسمى بزواج الانتاج، هو عقد زواج بيحتكم لكافة النصوص والأحكام القانونية، ولكن إذا تم كتابة أي شرط يتعارض مع مبادئ الشريعة أو مع القانون أو مع مبادئ المجتمع فبيعتبر هذا الشرط باطل والزواج باطل. وطبعا إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على نواياكم، هتقول لي بقى زواج أنا في النية أن أنا بتجوز علشان عايز أتجوز، وفي الآخر أنت عشان تنتج وتتحول في الآخر إلى آلة، طبعا ده مرفوض. استنونا بعد الفاصل في قضية رأي عام.